الله معك يا مو. صحي يا مو، إذا أخي راح الأخد عسكر نحن شلون بدنا ندبر حالنا؟ يعني مين بده يصرف علينا؟ بندبر حالنا لك بنتي. شلون يا مو شلون؟ بنشتغل لك بنتي. وشو بدنا نشتغل يا مو؟ أنا بشتغل خياطة. خياطة؟ إيه أنت عيونك يا دوب عم تشوفي فيهم، شلون بدك تشتغلي خياطة؟ يا بنتي أنا بدبر حالي، إذا ما قدرت بشتغل لفاية أو خدامة عند العالم. شو هالحكي يا مو؟ بدك تشتغلي خدامة؟ إيه بشتغل خدامة، شو فيها؟ مو عيب، العيب إنه نمد إيدنا ونشحد لقمتنا. يعني إذا كانوا لابد أنا بشتغل مو أنت تقبريني. هلا ليجي الشغل وعليكي خير لك بنتي. طيب نحن شلون بدنا نسأل عن الشغل؟ أنا هلا رح أروح أسأل صاحب الخان قبل ما يجي أخوكي. صاحب الخان يا مو؟ لك يا بنتي هذا صاحب الخان إنه معارف أشكال ألوان، بركي بيقدر بيساعدنا. والله كلامك مزبوط. طيب أمي روحي اسألي هلا قبل ما يدرى أخي. يلا رايحة ألبس بلايتي وتهون. يلا ها. كلام خطير هذا أبو دياب، كلام خطير. فلان أبو دياب أنت متأكد من هذا الكلام؟ معلوم سيدي، معلوم متأكد. قال لي أشير الحمام بعدين هو